احتفل سكان مدينة فدا عاصمة إقليم إنيدي غرب بالذكرى السابعة والعشرين لعيد الحرية والديمقراطية وصل حضور كبير من سكان المدينة يتقدمهم حاكم الإقليم تقرير حسن جدعمر. في إطار الاحتفالات بالذكرى السابعة والعشرين لعيد الحرية والديمقراطية فقد احتفل سكان مدينة فدا حضرة إقليم إنيدي غرب ونظرا لأهمية هذه المناسبة التاريخية فقد شهدت ساحة المدينة حضورا كبير لأبناء الإقليم في مقدمتهم الحاكم غارب جمع ميدار جاكوب إلى جانب المسؤولين الإداريين والعسكريين بالإقليم وتلاميذ المدارس الابتدائيه والاعداديه ورياض الاطفال بالمنطقه هذا وخلال المناسبه تحدث الحاكم عن اهميه الاحتفال بهذه الذكرى التاريخيه التي وصفها بالجليبه للسلام والاستقرار كما اضاف الحاكم بان خروج هذه الجموع الغفيره بالرغم من البرد الذي تشهده المنطقه يعتبر اعترافا منهم بالجميل الذي قدمته الحركه الوطنيه للانقاذ وجهود ضحاياها الذين جلبوا الامن والاستقرار لشعب الجديد. كما سرد الحاكم إنجازات رئيس الجمهورية في المجالات السياسية والاقتصادية كما انتهز الحاكم الفرصة ليناشد جميع ابناء المنطقة لاحترام السلم الإداري وكذا قرار الحكومة المتعلقة بالتنقيب عن الذهب وكذا موضوع لوحات السيارات بالمنطقة وللإشارة فإن المناسبة اختتمت بعروض عسكرية لمختلف الوحدات بالمدينة وكذا تلاميذ رياض الأطفال ومناضلي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ من مدينة فدا إلى مدينة بوسو بإقليم شارب قرمي حيث احتفل سكان مدينة بوسو بالذكرى السابعة والعشرين لعيد الحرية والديمقراطية بحضور حاكم الإقليم تقرير آل آدم حنفي فاضل هكذا احتفل سكان محافظة بوسو بعيد الحرية والديمقراطية الذي جاءت به الحركة الوطنية للإنغاز منذ عام 1990 عند إطاحتها بالنظام الدكتاتوري السابق لدى حسين هبري حاكم إقليم مسنيا بوشيكي وايدو وبعد قيامه لوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول أشار في خطابه عن الإنجازات التي حققها رئيس الجمهورية إتريس دبي إتنو حول التنمية الشاملة في ربوع البلاد وأضاف الحاكم في حديثه مطالبا من كل مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ أن يقفوا خلف رئيس الجمهورية مصدر الحرية والديمقراطية للبلاد بغية اكتمال مشواره التنموي من أجل النهوض نحو التنمية المستدامة بالبلاد هذا وقد شهد الحفل عروضا عسكريا لكل من رجال الدرك الوطني وقوات حرس الرحل والشرطه المدنيه وايضا طلاب المدارس العربيه والفرنسيه بمدينه بوسو قام حاكم اقليم نيدي غرب ان جم مدار جاكوب بزياره عمل الى مقاطعه كلايد التقى خلالها مع المسؤولين الاداريين والعسكريين خليل حسن صالح تأتي زيارة حاكم إقليم إنيديا الغربي أنجربوجوم ميدار جاكوب إلى مقاطعة كلايت من أجل الوقوف على الأعمال الإدارية بالمقاطعة ومعرفة المشكلات التي تعاني منها المقاطعة وتقديم التوجيهات اللازمة للإدارات التابعة لإقليمه وكان في استقباله محافظ مقاطعة كلايت وديومكو الذي شكر الحاكم على هذه الزيارة متمنيا له إقامة ساعدة وبعد ذلك التقى حاكم اقليم إنادي الغربي بالسلطات الاداريه والعسكريه والقيادات الدينيه والتقليديه وجمعيات المجتمع المدني، حيث طلب منهم الحاكم انجربوجوم ميدار جاكوب الاهتمام بالموارد الطبيعيه التي تزخر بها المنطقه وحثهم على حمايه البيئه، مطالبا منهم مضاعفه الجهود والمحافظه على العائدات الماليه لتحسين الدخل الفردي بالمنطقه، وحذر كل من سولت له نفسه باختلاس أم أموال ووعدهم بالمتابعة القضائية وإرسالهم إلى سجن كوروتورو نعتذر لرداءة الصور في هذا التقرير من إنيدي غرب إلى إنيدي شرق حيث عقد حاكم الإقليم الجنرال حسن جروبو اجتماع عمل مع المسؤولين الإداريين والعسكريين بهدف مناقشة الموارد المالية للإقليم وكيفية تسيرها بشكل أمثل تقرير آدم حسن المكاوي بهدف مراقبه ومتابعه تسيير موارد اقليم اندي شرق يجيء هذا الاجتماع الذي جمع حاكم اقليم اندي شرق حسن جيربو مع المسؤولين الاداريين والعسكريين للتباحث والتشاور حول اسباب عدم التسيير الجيد للموارد واثناء الاجتماع تداخل المسؤولين كل على حسب اختصاصه بتبريرات تنصب جلها في نقص الموظفين ورجال الدرك الوطني والجمارك لمراقبه كل منافذ الاقليم مما ساعد الكثير من التجار لادخال بضائعهم دون المرور بوحدات المراقبة الجمركية حكم قلم إندي شرق حسن جربو في كلمته بهذا الاجتماع حث مسؤولي قطاع الجمارك والدرك الوطني باليقظة الدائمة يعطو كله هذا هو خدم كان شيء كان كثير كله ودنا رزقنا كان يودل تورزوريه كان ودنا بنك كله شو كنترول من وعليه فإن مثل هذه الاجتماعات تلعب دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال بلورة المشاكل والبحث عن حلول مناسبة لها قدمت منظمة متحدة للطفولة اليونيسيف معدات إلى وزارة الصحة العامة جرت المناسبة بحضور المدير المكلف بالصحة الريفية ومسؤولي اليونيسيف تقرير عائشة أحمد دوكي مساهمات عديدة ومختلفة من قبل شركاء التنمية في المجال الصحي والتي تؤول إلى تحسين الوضع الصحي بالبلاد، حيث قدمت مؤسسة بيل وميليندا غيت بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، معدات متمثلة في ثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك لصالح وزارة الصحة العامة، كان عند استلامها المدير العام المكلف بالصحة الريفية الدكتور عمر حمدان إيجامر الذي وصف هذه المعدات بالمهمة معدات للمراكز الصحية في منطقة لاكشات وهي بتتكون من 133 تلاجة تشتغل بالطاقة الشمسية فلذلك تحل لنا مشكلة الـ الـ البترول لأن عندنا تلاجات بالبترول وما بتشتغل كويس مشكلة الجروف الـ, 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 الـ الإلكتروجين ده نستعمله كل ده عندنا مشاكل في الكربيران ولذلك يعني الاشياء دي تقدر بتساعدنا عشان نحن نقدر نتجاوز المشاكل اللي لسه بنعانوها من, من امراض الساريه المفروض نحن نتجنبها عن طريق التطعيم. وهذا الشيء يعني هذه اول دفعه وفي دفعه تاني بتجي بعد ده لان ما كلنا نقدر بمساعده المنظمه نقدر نغطي كل المناطق. من ناحيتها ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ماري تيريز تحدثت عن نوعية هذه الثلاجات التي تعمل بالطاقة الشمسية وتحافظ على أمصال التطئيم حتى لا تفسد عند عدم توفر الوقود البترولية مشيرة في نهاية حديثها بأن منظمتها ستعمل على تدريب 25 فنيا من وزارة الصحة لمدة ستة أيام حول كيفية الاستخدام الأمثل لهذه الثلاجات